ايه النهاردة ميعادنا الأسبوعي من مطبخ ريهام. أنا بجد 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 مرسي لكل الناس اللي بعتولي كومنتات الأسبوع ده. أنا كنت مبسوطة جدا جدا جدا، وفعلا يعني حسيت قد ايه أنا لازم أشتغل كويس قوي على البروجرام واشوف ايه احسن حاجه موجوده، ودايما اجيب لكم حاجات حلوه قوي من كتر الكومنتات الجميله اللي الاسبوع اللي فات ده بجد كله قاعده اقرا فيه، وعملتوا لي سبورت جامد قوي 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 في موضوع الشكوى الصغيره اللي حطيتها على البيج. بجد يعني ميرسي ليكم قوي 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 قوي، وديتونا دفع كده للأمام إن احنا نكمل ونعمل حاجات، نشتغل أكتر ونعمل مجهود أكتر عشان نجيب لكم دايما حاجات جديدة وحاجات مفيدة وحاجات موفرة وحاجات موجودة عندنا في البيت. طيب النهاردة هنعمل الفاونديشن أو كريم الأساس أو السي سي كريم. تمام، هنعمل السي سي كريم او كريم اساس. هنعمل كريم اساس لو هنعمله بالليل او هنخرج بيه على مدار اليوم. السي سي كريم هنعمله للي ما يعرفش السي سي كريم، السي سي كريم ده بيبقى عبارة عن فاونديشن او كريم اساس بيلون البشرة وبيوحد لون البشرة، وبرضو فيه سان بروتكشن وبي زي كريم بيفيد البشرة زي الداي كريم بتاعنا او كريم النهار بتاعنا، بس بيبقى كمان على شكل فاونديشن او كريم اساس عشان نبقى عاملين حاجتين في بعض، عاملين ميك اب وبنخلي بشرتنا تفانكشن احلى ونحط لها حاجات مفيدة، فطول الوقت ما نبقاش حاطين ميك اب بس نبقى بنفيد بشرتنا. اللي هنعمله النهاردة انا حطه على وشي الفاونديشن او السي سي كريم اللي هنعمله النهاردة. انا حطاه قبل ما اطلع معاكم وعملت بوست بالصورة عشان ساعات الانترنت ما بيبينش التفاصيل قوي في الفيديو فبتبقى باينة في الصورة، فعملت بوست للصورة من 10 دقايق كده. فعلا انا بيض لي وشي لان انا عاملاه النهاردة بكريم تفتيح، لان الناس كتير بيطلبوا مني ان هم عايزين يعملوا بيلينج خفيف ويستخدموا كريم يفتح بشرتهم او يرجع بشرتهم شوية زي ما كانت، وده اللي عاملاه النهاردة. للناس اللي مش عايزين يفتحوا بشرتهم هقول لهم برضو طريقة ليهم. طب يلا نبتدي، جاهزين؟ طيب هقول لكم المكونات كده. كرونة، كاكاو كرونة، مش بس هنعمل بيه كاكاو باللبن وشوكولت كيك وكده، النهاردة هنعمل بيه فاونديشن اللي انا حطاه ده، حطة فيه كرونة. ده اول حاجة، بودرة تلك 5 خمسات، الحاجات دي كلها مصرية يا جماعة، كرونة ده مصري ورخيص مش غالي، وبودرة تلك 5 خمسات بتاعتنا دي المتربين كلنا عليها. اوكي، وجل الصبار ده من شركة امتنان، دي برضو شركة مصرية. جل الصبار ده هايل وهنتكلم عن كل فوائده وهقول لكم عن حاجات كتير استخدمناه قبل كده في البرايمر، حطيناه مع مية ورد كان برايمر هايل بدل البرايمر بتاع بانيفيت ده، كان عمل لنا وفر لنا 1200 جنيه تقريبا. وباس جل، ده باس جل ده كريم شركة مصرية هي اللي عاملاه، وده كريم بيفتح البشرة. لكل الناس اللي بتسألني عن كريم يفتح البشرة، باس جل ده من اكتر الحاجات الافكتيف، وانا حطاه يعني انا واخدة تان، المفروض حتى هتلاقوا لون مثلا ايديا اغمق من لون وشي لان انا حطاه النهاردة مستخدماه في الفاونديشن او السي سي كريم اللي هنعمله النهاردة، وهكلمكم عنه اكتر بالتفاصيل. وشوية كركم لطاف بتوع الكبسة دول والشيا باتر. الكركم ليه فوائد كتيرة قوي 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 قوي، من اكتر الحاجات المفيدة هي الكركم، ويعني بيستخدم في علاج وواقي لامراض كتيرة قوي. الشيا باتر
ودايما بقول لكم محتاجين نرطب بشرتنا ونشيل الافتر، يعني ده بيستخدم عشان بيتحط افتر سان، ان احنا نشيل بعد ما نتحرق كده وشنا، ده يعمل لنا يشيل الايفكت او تأثير الشمس على بشرتنا. وفيها طبعا فيتامين اي واي وفيتامين كي واف واوميجا 3 واوميجا 6، الحاجات دي كلها مفيدة للبشرة، زائد طبعا قدرتها العالية جدا على ترطيب البشرة. طيب هنبتدي نعمل الفونديشن، كل اللي هحتاجه طبق كده، وهنزل لكم يا جماعة عشان التفاصيل بتاعة المقادير تاني على البيج. اول حاجة هحط بودرة التلج، هنحتاج الاول نخلطها على ورقة رسم، دايما ليه بخلط على ورقة رسم؟ عشان الخلفية بتاعتي تبقى بيضة قوي، فبقى شايفة ايه اللي حاصل. هحط بودرة التلك اللي انا حطيتها، بودرة التلك 5 خمسات، حاجة مصرية وسعرها حنين ولطيف كده وظريف. اوكي هحط حبة بودرة التلك، طبعا احنا عارفين الايفكت بتاعها بتاع الترطيب، وبيتحط عشان يلطف الجلد ولو في احمرار يهديه. اوكي ادي بودرة التلك، لونها ابيض او اوف وايت، يعني اول درجات الاوف وايت، وكاكاو كرونة الجميلة اللي انا بموت فيه. يعني انا بشرتي تعتبر نسبيا فاتحة، فهحط حبة كاكاو اللي هو ربع معلقة، معلقة دي صغيرة، ولو احتجت تاني ازود. اوكي وكركم بقى، يعني بصوا كركم حبة صغنطتين كده، يعني على سن السكينة كده باخد ايه حبة وازود عشان يديني لون الجلد الحلو. واقلب، كل ما بقلب يا جماعة كل ما يكون احسن، يعني اخلط التلات الوان في بعض، وانا خلطتهم برا الاول على ورق عشان هعمل منهم الباودر اللي هي هتبقى لون بشرتي، يبقى الفاونديشن او كريم الاساس لون بشرتي، والباودر كمان لون بشرتي، او اللوس باودر تبقى لون بشرتي، والسي سي كريم اللي هو بيبقى كريم بيلون البشرة، او زي الفاونديشن او زي كريم الاساس، وفي نفس الوقت هو مفيد وفيه اس بي اف عامل حماية من الشمس، زائد ان انا هحط سنة من زبدة الشيا عشان يبقى رطب طول النهار معانا ويرطب، ويبقى فيه فيتامين اي واي. فيتامين اي ده انتي بولوشن وانتي اوكسيدنت، يعني الاكسدة زي ما بنقول لما بناخد تفاحة وناخد منها قطمة ونسيبها للهواء بتسود، دي الأكسدة. ففيتامين اي اللي موجود في الشيا باتر من اكتر الحاجات المضادة للأكسدة، ساعات يبقى وشنا مضلم مع ان مثلا مش ما نبقاش نزلنا في الشمس بقالنا فترة ومش مسمرين، بس بيبقى متأكسد، فاحنا هنستخدم النهاردة حاجات مضادة للأكسدة. انا ده اللون اللي قربت من اللون اللي انا عايزاه. بخلطهم مع بعض ويبقوا ناعمين. الحاجات اللي بقلب دي موجودة في سمير وعلي في ادوات النحت، هي مش بنحت بيها طبعا، انا بقلب وبظهرها عشان هي فلات قوي كده او مسطحه، بدوس على بودره التلج والكاكاو عشان لو في حته خشنه تتفرم خالص. انا هغمق سنه كمان، انا يعني ايه احط شويه كاكاو كمان مصغنطتين. اخد
بموت فيه دايما. يا جماعه قاعده، الحاجات اللي بناكلها هي امنه جدا ان انا احطها على وشي، وده ميزه الاورجانيك ميك اب. بصوا انا بخلط كتير، باخد وقتي في التخليط عشان المزيج يبقى كله حلو مع بعضه، ما يبقاش فيه حتت غامقه وحتت فاتحه. هاخد سنه كركم، ناس بتسالني طب ليه بتحطي الوان لون شويه على اورانج، لان احنا بشرتنا لون الجلد فيه اورانج، واللون الاورانج لما بيدخل اللي هو لون الكركم بيدي كده نعومه حلوه قوي، ولو في زرقان في البشره بيشيله. حتى ميك اب السمر اللي هم البشره الغامقه قوي، مش الغامقه اللي هي قمحيه غامقه قوي، بيبقى حلو قوي لما الفاونديشن يبقى في سنه اورنج، او البرايمر بتاعهم بيبقى في سنه اورنج. دايما في امريكا كده بيحطوا ستاند للميك اب البشره الغامقه عشان بيبقى كله داخل فيه اورنج، والبشره القمحيه برضو الاورنج فيها حلو قوي. دي حته بقى في الميك اب كده، يعني ايه عشان نركز ايه الالوان اللي بنحطها، لان في ناس بيبقوا شايفين لون الفاونديشن ان هو او كريم الاساس انه فاتح او غامق او بيج او بينك او كده، لا بيبقى داخل لازم سن، عشان احنا لون جلدنا لون البشره مهما كان فاتح او غامق او قمحي بيبقى داخل فيه سنه اورانج. انا كده تقريبا وصلت للون اللي انا عايزاه. طيب هاجي بقى اخد المزيج الجميل اللي انا عملته ده، اوكي، واحطه في طبق شفاف كده. واشيل الكاكاو والكركم اللي على جنب عشان لما اتني الورق، عشان ده هستخدمه يبقى اللوس باودر بتاعتي نفس الدرجة بتاعت كريم الاساس. اهي دي علبة قديمة بتاعت باودر، هحط فيها اللوس باودر بتاعتي. علبة قديمة كان فيها لوس باودر، ودي اللي هي المصفة بتاعتها، وده الغطا. كده انا عملت اللوس باودر اللي نفس لون الفاونديشن. طيب نيجي بقى للفاونديشن، نركز كده معي. الفاونديشن او السي سي كريم اللي هعمله دلوقتي للبشرة الدهنية والبشرة المركبة المايلة للدهنية، اللي هو تقريبا 90% مننا بشرتنا كده. معلش يا جماعة، بصوا بجد انا هقول لكم حاجة، المية العصاير طول النهار في الصيف ده تشربوا حاجات، يعني وبلاشوا حاجات مسكرة قوي، عشان الحاجات المسكرة قوي برضو السكر كتير مش حلو للبشرة. طيب فاكرين جل الصبار اللي قلنا عليه؟ هناخد منه، هنحط منه مثلا معلقتين كبار، تمام. ونيجي على باس جال اللي هو كريم التفتيح اللي بيستخدم او بيستخدم كريم نهار، وهنحط منه حبة كده حلوين، لان احنا هنبقى بنستخدمه كل يوم بالكريم الاساس او السي سي كريم، فهنبقى بنستفيد بيه وبنلون بشرتنا. وهبتدي اقعد اقلب. التقليب مهم قوي 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 قوي، يعني كل ما ناخد وقتنا في التقليب كل ما يبقى المزيج عندي احسن.
في ناس بتسألني أجيب منين العلب الفاضية لكريم الأساس أو للباودر أو كده، يا إما تبقى حاجة قديمة عندنا بنستخدمها، يا إما نجيب حاجة في محلات كده بتبقى بتبيع ميكب تقليد بس علبه بتبقى حلوة الحقيقة، بتبقى التقليد للماركات العالمية بس طبعا بيبقى سعرها مختلف خالص وما بتبقاش حقيقية. الفكرة ان بنجيبه ونشيل اللي فيه ما نحطوش على وشنا بليز يا جماعة، ونستخدمه ان هو نستخدم العلبة. انا كده المزيج بتاعي ادى اللون البيج، انا عايزة اجرب. انا حتى اوريدي قبل الهوا حتى لون بشرتي، هشوف ده برضو لون بشرتي ولا محتاج يغمق. هسيبه كده دقيقتين، مش دقيقتين يعني نص دقيقة كده ينشف، عشان لما سيحه أشوفه نفس درجتي ولا لا. تهيالي هحتاج اغمقه شوية، هقلبه كويس عشان كل الخليط يمتزج مع بعضه. هزود الكمية شوية لان انا جايبة علبة صغيرة كده، عارفين علب المربى الصغيرة الصغيرة اللي بتبقى في السوبر ماركت دي، اجيب علبة منها تبقى عاملة لي زي الماس فاونديشن اللي احنا القوام مش ليكويد قوي مش سايل قوي وقوام مش ماسك نفسه مش ستيك، الحاجة ما بين الاتنين اللي بتدي تغطية كويسة قوي بس في نفس الوقت ما بتبقاش تقيلة وما بتبقاش خفيفة قوي. انا هزود شوية عشان انا عايزة اكتر الكمية حبة. هزود من باسجال، تعالوا بقى نسيح. فاتح سنة محتاجة اغمقه، هغمقه بالكاكاو كورونا حبيبي. والسنة بسيطة من الكركم، الكركم ده يعني سحر وواقي من امراض كتيرة قوي لما كمان بيتاكل، يعني فعلا فعلا سحر يعني، وربنا حاطته لنا كده عشان نستفيد بيه. يعني انا بحب اقلب لما بيبقى طبق مدور ب مش عارفه بقى اسمها ايزي كبشه معلقه، بس هي بلاستيك كده ومرنه لولبيه كده، بتقلب كويس وبتجيب الكورنر بتاع الطبق لو مدور او مربع هي ايه بتقلب كويس. كده غمق سنة، محتاج سنة اصفر، عشان طبعا الاصفر لما بيتحط على المزيج ده ما بيبقاش اصفر، بيديني كده لون سخن كده حلو. النقطة فاتح كان شوية، فاتح شوية. دايما واحنا بنجرب اي حاجة بنعملها في اضاءة كويسة، يا اما نبقى مولعين احسن اضاءة عندنا، يا اما نبقى حاطين المراية بتاعتنا جنب شباك، خصوصا لو هنزل الصبح. انا مهم عندي ان انا ابقى حاطه الميك اب لايق على الاضاءه اللي انا هبقى نازله فيها. انا حطيت شويه، زودت شويه كاكاو كده عشان يغمق لي شويه. وانا حاطه بقى السي سي كريم لان انا مستخدمه كريم تفتيح امن على فكره ومصري 100% معمول على نفس الانجريدينت او المواصفات إيطالية ومعمول في مصر وسعره هايل، يعني سعره 80 جنيه.
وبيقشر تقشير اللي هو الطبيعي مش التقشير الكيميكال، وبيفتح، وفي حاجات طبيعية جدا منها العرق السوس. العرق السوس من الحاجات اللي فيها فوائد كثيرة جدا، وده موجود خلاصة العرق السوس فيه، وفي فيتامين سي قوي جدا. طيب انا تقريبا كده ده كده اللون بتاعي. تعرفوا ازاي هو فاتح عشان لسه ما استيحش، بس تعرفوا ازاي ان ده اللون بتاعكم؟ تسيبوه كده نقطتين بعدين يمسك نفسه شوية ونسيحه. انا عشان ميك اب ارتست فعارفه ان ده اللون كده ده بتاعي، تمام. لكن انتوا عشان تعرفوا هتحطوا نقطتين كده وتعدوا مثلا لحد 20 وبعدين تسيحه، هتلاقوه ساح وما فتحش وما غمقش، يبقى ده تبعكم. اوكي، هي فكرة trial and error، نجرب ونشوف الدنيا ايه. طيب انا هحط سنة بسيطة من زبدة الشيا. ليه بقى؟ يعني كده، مع انه للبشرة الدهنية والمركبة المايلة الدهنية، بس انا محتاجة حاجة ترطب لي بشرتي في الشمس دي، لان انا لو ما رطبتش بشرتي، ده احنا بنقعد في الشمس شوية بنعطش، ما بالكم بقى يعني بنبقى عايزين كوباية مية، مش قادرين هنموت لو ما فيش مية جنبنا، بنتعب. بشرتنا بقى متعرضة كده كلها للشمس، فلازم نحط لها حاجة ترطبها، حاجة تعزلها عن الشمس، وحاجة بسيطة. انتوا شفتوا يعني انا عملت ايه؟ زي ربع معلقة صغيرة، ربع، اقل من ربع معلقه صغير، بس مهم جدا عشان كمان الشيا باتر فيها نسبه SPF بتتراوح من 15 ل 20%، دي نسبه قليله بس، وانا حطاها مع باسجال الكريم التفتيح اللي فيه نسبه برضو سان بلوك 15%، فبقى عندي نسبه معقوله. وده مش معناه ان انا ما احطش سان بلوك، لا، احط سان بلوك قبليهم، ادهن على وشي سان بلوك. انا هسيح دلوقتي. بصوا وانا بسيح بعمل ايه يا جماعه؟ بايديا، بايديا وطبطبه كده، مش بمسح، يعني ما لقيش وشي بيروح ويجي معايا. لو بشرتي قعدت ازق فيها كده كل يوم الصبح وهجيبها يمين وشمال وبتاع، مش هلاقيها. فبالراحه كده طبطبه، بعمل لها مساجنج. دي درجتي. اوكي، بتبسط قوي لما دلوقتي العلبة اهي، ونفس المعلقة اللي بقول لكم عليها، المعلقة اللولبية دي، بحط بيها الفونديشن في البطرمان الصغير، ويا ريت يبقى بطرمان شفاف عشان ابقى شايفة اللي جواه. انا دلوقتي حاطة حاجات على بشرتي، وعملت كريم اساس اورجانيك اغلب مكوناته بتتاكل يعني. فمعنى كده انه لا يمكن هيضر بشرتي، وفي سان بروتكشن او حمايه من الشمس، احطه لما اجي انزل، احطه وانا في البيت، حتى وانا في البيت لو واقفه قدام البوتاجاز فدي سخونه بتضر بشرتي، لازم ابقى حاطه سان بلوك، ولازم ابقى حاجه مطريه بشرتي. احطه وانا قاعدة قدام اللابتوب. اللابتوب يا جماعة برضو من الحاجات المؤذية للبشرة، يعني الاضاءة بتاعة اللابتوب او الاشعاع بقى بتاع اللابتوب، يعني نقدر نقول تأثيره تقريبا زي اشعة الشمس الضارة اللي بنحط لها سان بلوك. اوكي، لما بقى اروح اجيب ماس بقى من اماكن الميك اب بيبقى نفس تقريبا العبوه دي، وهحط ستيكر واكتب عليه الفاونديشن بتاعي، انا هسميه ماي لوفلي بيج. اوكي، الحاجات الاورجانيك يا جماعه، الميك اب الاورجانيك لو ما بنستخدمهوش بنحطه في الثلاجه عشان نحافظ عليه، عشان دايما نفتكر ان
الفاونديشن الاورجانيك فاونديشن والليبستيك الاورجانيك برضو مفيهوش مواد حافظه، فاذا بهدلناه معانا هيتبهدل، فلازم نحطه في التلاجة. يعني تحطي منه الصبح وتحطيه في التلاجة. انا عندي شنطة كده صغيرة بحط فيها الميك اب بتاعي في التلاجة، يعني حتى قبل كده الميك اب العادي اللي كنت بجيبه عشان مثلا ابقى جايبة لبستك مثلا ب 800 جنيه او ب 1000 جنيه، لما بحطه جوه التلاجة في الاوقات اللي انا مش بستخدمه فيها بيقعد معايا سنة ونص سنتين الاكسبايري ديت عبان ما يبوظ. لو سايباه كده في الشمس ومبهدلاه 6 شهور 8 شهور بالكتير ولاقي ابتدى يعمل ريحة فما بستخدمهوش. ده الفاونديشن بتاعنا. والمرة الجاية هنعمل كونسيلر، ده الفاونديشن اللي انا حطاه و اورجانيك جدا 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 وطبيعي وما فيش اي مواد حافظة، واحنا اللي عاملينه تقريبا كلفنا يعني كله على بعضه بحاجات اللي بنستخدمها في البيت بالدي كريم بتاعنا، بدل ما نحطه لوحده نحطه فيه لون عشان بشرتنا يبقى متوحدة واحنا نازلين الشغل، كلفنيش مثلا ايه 60 جنيه، ودي هتقعد معايا مثلا 2 3 اسابيع واعمل تاني بنفس الحاجات اللي موجودة عندي، فمش هتكلفني كتير. اعملوا حاجاتكم بايديكم ودايما احطوها قاعدة في دماغكم، الحاجات اللي بناكلها ينفع جدا نحطها على بشرتنا وتبقى مع بشرتنا يعني سعيدة ومزقططة. انا هقرا شوية حاجات من الاسئلة بتاعتكم هجاوب عليها كده لايف. ام اياد، الوصفات والمكونات بصي هي موجودة في الفيديو، لو ما لحقتيش الفيديو الفيديو على طول موجود على البيج، بتفتحي في اي وقت وتشوفيه. وغير كده كمان هنزل الوصفة في بوست كده ومكتوب بالمقادير بكل حاجة. عايزة وصفة للحبوب وتأثيرها، انا عندي 25 سنة رانيا عاشور. حاضر يا رانيا، هقولك الوصفات ازاي الروتين اليومي تعتني ببشرتك عشان تطلعي من موضوع الحبوب ده. انت سنك 25 سنة، 25 سنة مش المفروض تبقي لسه بتعاني من حبوب، الحبوب دي بتبقى في فترة تينيجر قبل العشرينات 21 22 سنة، لكن 25 سنة انت محتاجة تزوري دكتور وبعد كده تمشي على روتين يومي حلو صحي ما تبهدليش بشرتك فيه. رشا رشدي، لازم يكون في مادة حافظة في الحاجات لان المواد الطبيعية دي بتبوظ بسرعة. ما زي ما قلتلك يا رشا، ده بيكفيني 3 اسابيع لشهر لو استخدمته كل يوم، ولو استخدمته يوم ويوم هيكفيني 2 لـ 2.5 شهر، والاوقات اللي ما بستخدمهوش بحطه في التلاجة. لو انت عايزة عشان حاجة ما تبص تبوظي وشك استخدمي حاجة فيها مواد حافظة، ده موجود وده موجود، بس انا بعمل الحاجات دي عشان هي حاجات موفرة، اغلب الحاجات اللي فيها مصرية، يعني انا ما فيش اي منتج من المنتجات اللي انا حطيتها دي منتج مش مصري، كله حاجات مصرية. نشجع بقى شوية كده منتجاتنا اللطيفة عشان الناس الحلوة اللي بتحب تشتغل وبتعمل حاجات وبتعمل مجهود نستخدم حاجاتها، بلاش نسيب حاجاتها ونروح لحاجات مستوردة. اول حاجة بقت غالية جدا جدا جدا، ما بقولش انها وحشة بس بقت غالية قوي قوي قوي. طب ما احنا نستخدم حاجات من غير مواد حافظة ليه؟ يعني عشان الفاونديشن ما يبص انا بوظ بشرتي؟ لا، اعمل حاجة بيور كلير مخصوصة ليا، اللون اللي على مزاجي، اسمريت والله اغمقه، افتحيت افتحه، انا حر يعني، فاهمة؟ بيبقى فيه فرايتي في ايدي. اسماء كريم، عندي 25 سنة وعايزة اعرف ايه الروتين الصح اللي امشي عليه. روتين البشرة، تغسلي وشك ازاي؟ تغسلي وشك بمية بس او بغسول، او مفيش غسول يبقى مية بس، وده حاجة هايلة جدا جدا جدا. بعد كده هتنزلي في الشمس هتحطي سان بلوك، لو بتحطي ميك اب انصحك بالميك اب الاورجانيك، انت عاملاه بايديكي. وانا يا جماعة بجد في الصور في بشرتي اتس كلير، لان باستجال بيفتح، فنوعا ما ايديا في فرق ايديا عن وشي، وشي افتح عن ايديا. وفي الاخر انا ما حطيتش اي مواد حافظة ولا اي الوان كيماوية ولا اي خلطات كده اسمها مكعبل. دايما في مقولة تقولك لما مثلا تمسك كيس بتاع حلويات مثلا ولا كيس حاجات مجمدة وتقرأ اسماء انت مش عارفها، اسماء مكلكعة كده ما تعرفش تقرأها،
ابعد عنها عشان دي بتبقى حاجات مش طبيعية. فاحنا النهاردة كل الحاجات اللي استخدمناها حاجات يعني بنستخدمها كل يوم. طيب سان بلوك او سي سي كريم قبل ما تنزلي، لو بتنزلي الجامعة او ابتديتي تشتغلي فتحطي ميك اب انت عارفاه ما فيهوش اي بيجمنتيشن، ما فيهوش اي صبغة احنا مش عارفين ايه مصدرها او مستخرجين من ايه او هتعمل فيا ايه. لما نرجع هنشيل الميك اب بميك اب ريموفر. عملنا قبل كده في حلقة ميك اب ريموفر كان عبارة عن مية ورد وكوكونات اويل او زيت جوز الهند بنحطه على قطنة وبنرجهم مع بعض، مية الورد مع جوز الهند ونحطه على قطنة ونشيل الميك اب صحي جدا، وشوية الحبة اللي بيفضلوا منه على الوش. فهو عندنا مية ورد فيها فيتامين سي وده هايل جدا، وعندنا كمان كوكونات اويل او زيت جوز الهند اللي الناس هارية نفسها على فوائده. هجاوب على كل اسئلتكم، هقعد كده وشمر واعمل كده كاكاو بقى باللبن، النهاردة مش هيبقى نسكافيه يعني، وهجاوب على كل اسئلتكم. مرسي قوي ليكم، وبجد الاسبوع اللي فات يعني خليتوني طايرة بجد، مرسي لكل الناس اللي قالت كومنتات حلوة، ومرسي للناس اللي وقفت جنبنا وخلتنا البروجرام بتاعنا يجو اون ونحس ان مجهودنا ده ما راحش على الفاضي، وان احنا نعمل لكم كل حاجة جديدة ونعمل ريسورسز ونسافر ونيجي ونجيب حاجات من كل حتة في الدنيا عشان ونبسطها بمنتجات مصرية. وهنحاول نشتغل الفترة الجاية على موضوع المنتجات المصرية لانها رخيصة ومتوفرة وبنشجع انتاج بلدنا. مرسي ليكم، وبعتولي كل اسئلتكم، والجمعة الجاية ان شاء الله معادنا مع بعض.